انا مين صافا فينا فينا هذا ما شاء الله زوينه بحال ديما ربي يخليك شكرا بزاف اخوكم مال ولاد واخوكم انا مين صافا فينا فينا هذا صافا هنا ما شاء الله زوينه بحال ديما ربي يخليك شكرا بزاف اخوكم مال ولاد واخوكم البنات البنات جديدنا فيديو كليب خوكم البنات من توقيع المخرج كمال ايت وتوزيع رشيد محمد علي الحان رضوان الديري وكلمه سامر المجاري هو تيم اللي اشتغلنا معاه وان شاء الله كاين في الالبوم اغنيه اخرى اونصومبل كنتمنى ان شاء الله اغاني ديالنا هكا يبقى عندهم واحد صدى طيب عند المغاربه لانه كنفكروا كنديروا 100000 تخميمه ولا ضربه بالمقص فما تنحاولوش نحط الجديد وصافي تنحاول نفكر في الناس اللي كيبغيونا العائلات اللي كيسمعوا لينا لانه الكلمه خصها تكون هي قريبه للشعب وقريبه يعني البيت ديال يعني العائله المغربيه فالحمد لله لقات نجاح اللي ما كنحتفلوا ب 10 مليون عقب ال 100 مليون ان شاء الله برافو عليكم انا غنسولكم واحد الاسئله جريئه شويه ولكن ماشي عاوتاني بين قوسين انا بغيت نسولك واحد السؤال اللي باقي ما بغيتش ندخل ليا لراسي كيفاش غتفرحونا بشي عرس علاش لا نغني واحد ديالكم باغي الجمهور ديالكم باغي زغرت والله ما نعرف يمكن انا وهنا من كثر ما اننا مركزين في الدومين ديالنا او لا صراحه ماشي من دوك لي جون في اللي تنخرجوا تنهاد يعني بيتوتيات لواحد الدرجه لك ما كتوصفش درجه انه بابا وماما ديما الحقيقه شنو وحده حاديه الاخرى حتى هذا مشكل لا من غير اننا بيتوتيات حقيقه في دقيقه كاع البنات تبارك الله قاسين بيتوتيات وتزوجوا زعما من غير اننا بيتوتيات وما تنخرجوش تنخرجوا غير للخدمه ولا شي مكونسونطرين بصح حده حاديه الاخرى يعني عمر ما خليت لها فرصه ولا عطاتني فرصه فوالا دونك حاشينا على بعضياتنا الا تقدم لكم شي بوكوس بحالي ما غاديش تخليك صافا وانا ما غنخليهاش علاش؟ غير اللي كيجي وسطنا مشكله كنمرضوا كنخافوا من داك الافتراق ما عرفتش هادشي بسيكولوجيكمون يمكن خاصنا نشوفوا شي بسيكولوج يمكن كيفاش نفرحوا بكم حنا بغيناكمش تبقاو صافا ان شاء الله الا كتبت ان شاء الله وانا غنزغرت لكم والله الا بغيناكم حتى ماما بغات تفرح بينا ديما كتقولها ليا ولكن ماما كنقول لها ماما ندير اليوم لونسمون كتقول لي اي الوغ ومن بعد قولي لي غنتزوج قولي لي كاينه شي حاجه بالنسبه لها هي دابا حاليا النجاح بالنسبه لها انا وصفاء انه انا وصفاء نقدروا نتفرقوا وحده تعيش حياتها بوحدها كتقول لي انا خايفه عليكم بزاف لكن ان شاء الله بالمكتب تنقول لها ماما ان شاء الله بذكر ماماكم اسم ماماكم بغيت نعرف علاش ماماكم ما كتجيش معكم بحال ماما بحال دنيا باطنه ما نعرف انا عائلتي شويه ما تنحاولوش نبينوا مثلا نخلطوا الاعمال ديالي هي اللي كنبغيو نبينوا الناس ما كنبغيش نبين ماما بابا خويا اختي جو سي با كوا وهما بطبيعتهم يعني كشخصيه حنا شلوح بطبيعتهم شويه يعني متحفظين تيبغيو يقدروا يكونوا معانا مثلا اليوم وتخو تشوف ماما وبابا جالسين انا ما كندخلوا مثلا كون جات ماما اليوم تقول لي ما تجيش عندي ما تسلميش عليا ما كنعرفش اليوم ماما انا ماما ولكن حنا بغينا نشوف هاد الام اللي مخرجات الزين ربي يخليك بابا وماما ما تجوش مين صافا فينا هذا صافا هنا ما شاء الله زوينه بحال ديما ربي يخليك شكرا بزاف اخوكم مال ولاد